زونغا هكا. يسهل لي انا العمليه نورمالتي. قامت السلطة بممثل في المندوبية الولائية تبسة بتوفير أماكن الإشعار وأماكن التجمعات التي ستتشرف من خلالها السادة المترشحين للرئاسيات بتنشيط الحملة الانتخابية. ونحن على قدم وساق الآن لانتظار يوم 7 سبتمبر مع كل الجاهزية من كل النواحي سواء المادية أو اللوجستية، وذلك بالتعاون وطبعا لكل الشركاء بما فيهم السلطات العمومية بصفة عامة.